أوكي تمام. إذا هلا بدنا نكمل في تشابتر 5 و درسنا لليوم اللي هو سكشن 5.3 solutions لل exponential equations. فبنشوف مع بعض معادلات فيها ال exponential function وبدنا نحل هاي المعادلات ونطلع المجهول. بس على السريع هيك نراجع مع بعض إنه كيف شكل ال exponential function. نشوف مع بعض كيف شكل ال exponential function، وبالتالي نتذكر مع بعض إنه ال exponential function اللي أخذناه المحاضرة اللي فاتت كيف كان شكله. يعني بيكون شكله بهاي الصورة. طبعا احنا عندنا بهاي الصورة f of x بيساوي a قوة x. طبعا هلا مثلا طبعا على فرض انه a موجب، بقدر انا ارسم رسمتين هلا على اساس نشوف امتى بيكون growth وامتى بيكون decay. فممكن نرسم هاي الرسمة الأولى هاي x هاي y، وممكن نرسم كمان رسمة اوكي وهي كمان رسمة هاي x هاي y. وفي عندنا حالتين، طبعا في عندنا الحالة الأولى لما بيكون عندنا growth، طبعا هاي f ال x بيساوي a قوة x، هذا بنسميه growth. إذا كانت طبعا عندنا ايش؟ إذا كانت عندنا a اللي هو الفيس، إذا كانت a أكبر من واحد. هلا ممكن أرسم رسمة الـ decay بهاي الصورة. ساعتها بحكي أنا في عندي هون decay بمحلال مع الوقت، وممكن أخلي الـ function زي ما هو f of x اللي هو a بس قوة سالب x. طبعا a لساتها هون أكبر من واحد، a لساتها أكبر من واحد، ليش؟ هاي نفسها هاي الرسمة نفسها إنه نعمل يعني لما بحكي إنه f ال x، لاحظوا لما بحكي إنه f ال x يساوي a قوة سالب x، هاي نفسها بحكي إنه a قوة سالب 1 قوة x، وهي نفسها 1 على a قوة x. فإذا كانت a مثلا بإمكاننا ناخذ مثلا هنا خذ مثلا a تساوي 2، فإذا أخذت a تساوي 2 بصير هاي اسمها 2 قوة x. بس إذا أخذت هون نفس الحاجة a equal 2، إذا أخذنا نفس الحاجة a equal 2 ساعتها هاي بتصير 2 قوة سالب x اللي هي نفسها ايش؟ 1 على 2 قوة x. شايفين كيف؟ ف يعني بيعتمد كيف احنا نكتب الفورمولا. فالفكرة هون هي صفى عندنا هون رقم اللي هو النص، رقم بين 0 و1. احنا كنا المحاضرة اللي فاتت نحكي إذا كانت a بين 0 و1 هيك الرسمة، وبالفعل الديكي دائما الديكي لازم تكون الباور لرقم بين 0 و1، فبعتمد حسب كيف نكتب. فأنا بدي أمسح هاي من هنا حتى الطلاب ما يتخربطوا، بدي أمسح هاي من هون. فدائما زي ما اتفقنا لاحظوا إن هنا هاي الشرط تبعنا اتحقق، وبالتالي نفس اللي تعلمناه المحاضرة اللي فاتت حتى ما يصير لوبس للطلاب. طيب إذا في عندنا ديكي وفي عندنا جروث وهذا هو شكل الإكسبوننشال فانكشن. هلا اليوم بدنا نشوف مع بعض كيف بدنا نحل exponential equations. فبنروح مع بعض هلا على examples، او حتى قبل الاكزامبلز نتذكر مع بعض كمان خصائص اللي تعلمناها من المحاضره اللي فاتت. ما ينطبق على اللوج، ينطبق على اللين. يعني لو بدي بعض الخصائص of لين x، شو خصائص كمان لين x؟ اول حاجه، اول خاصيه انه دائما الدومين للين الاكس لازم تبقى اكس موجب، اللي جوا اللين لازم يكون موجب. ما بصير ليش؟ لانه احنا كيف بنرسم اللين الاكس؟ نرسم لين الاكس بهاي الصوره، شايفين كيف؟ هاي اكس وهي واي، ومن درس المحاضره اللي فاتت هاي واي بيساوي لين الاكس. تمام، طبعا بامكاننا نعمل جدول، وهي لين الاكس هي نفسها لوج اكس للاساس اي، ف اللي هي عبارة عن ايش؟ اللي هي عبارة عن لين الاكس على لين الاي حسب التعريف. بس نحن بنعرف انه لين الاي قديش؟ 1. فدائما الدومين موجب. شو يعني الدومين موجب؟ يعني بس بناخذ الارقام الموجبة، هي بنعوض ارقام موجبة فقط، هذا هو مقصود في الدومين الموجب. القاعدة الثانية انه اذا كان عندي انا مثلا لين اي بيساوي لين بي، على السريع بستنتج انه لازم اي تساوي بي. هاي قاعدة مهمة جدا. ف لو حكيت مثلا زي اكزامبل بسيط، لو حكيت اكزامبل بسيط، اذا كان لين الخمسه يساوي لين الاكس،
معناتها على السريع بقدر استنتج انه ايش؟ انه اكس تساوي 5 على السريع. هاي خاصية ثانية. الخاصية الثالثة بتخص كمان الـ يعني الاكسبوننشال، انه اذا كان عندنا مثلا الاساس قوة واي يساوي نفس الاساس قوة اكس، معناتها بقدر استنتج من هون على السريع انه لازم واي تساوي اكس. طبعا انا براجع في بعض المعلومات اللي تعلمناهم. فينا كمان خاصية أخرى، إنه مثلا نفس الحاجة لما بدي أجي أعمل لين الـ x y، حاصل الضرب لين x y، بوزع لين الـ x زائد لين الـ y. طبعا هون x موجب لازم تكون y موجب لأنهم جوا الدومين تبع اللين. ونفس الحاجة بالنسبة للقسمة، لين x على y بصيروا طرح، لين الـ x ناقص لين الـ y. طبعا هون نفس الحاجة، x أكبر من صفر y أكبر من صفر. ايضا كمان لو عملنا لين مثلا اكس قوه اي رقم، ساعتها القوه بتطلع لبرا ار لين الاكس، تمام؟ وبالتالي هون ار يعني اني ريال نمبر، اني ريال نمبر، بينما اكس لازم تكون ايش؟ اي رقم ريال بس موجب لانه جوا اللين. ايضا تعلمنا المحاضره اللي فاتت انه لين الواحد صفر، نتذكر دائما لين الواحد صفر من الرسمه هيها هون، شايفين كيف عند الواحد اللين صفر. إذا هاي الخصائص اللي لازم نتذكرها حتى نقدر نعرف نحل معادلات فيها exponential function. طيب نشوف هلا مع بعض الـ examples. Example مثلا solve the following exponential equations. بدنا نحل مع بعض، هذا هو هدف الدرس، حل exponential equations. رقم واحد، حل يعني بدنا نطلع المجهول. مثلا 4 مضروبة في 25 قوة 2x يساوي 20. طبعا أنا مطلوب مني أحل وأطلع المجهول. شو معنى solve؟ solve يعني حل، حل يعني طلع المجهول، المجهول اللي هو إيش؟ x، يعني زي حزرية، شو أحط محل x بحيث يطلع الشمال يساوي اليمين. هلا أول حاجة يمكن نقدر نقسم على إيش؟ الطرفين على 4. كويس، لما نقسم الطرفين على 4، لأن يعني الأربعة لحالها برا، تروح هاي مع هاي، بضل عندي إيش؟ 25 قوة 2x يساوي 20 تقسيم 4 اللي هي 5. هلأ لما بنوصل هون بقدر أحل أكثر من طريقة، فمثلا ممكن أجي أعمل كالتالي. الطريقة الأولى أجي أحكي 25 هي عبارة عن 5 تربيع هاي 2x يساوي 5، معناتها هي عبارة عن 5 2 في 2 صار 4x تساوي 5. وقبل شوي شفنا احنا من خلال القاعدة اللي هي رقم 3، شايفين من قاعدة رقم 3 هلا إذا a قوة y بيساوي a قوة x لازم y تساوي x، لازم الباور المتساويات ما دام نفس الأساس. لاحظوا ما دام نفس الأساس، هي الأساس 5 والأساس 5، معناته لازم الباور متساوي. هاي الباور لها 4x، هاي الباور لها 1، معناتها بقدر استنتج انه 4x يساوي 1، يعني نقسم على 4x تساوي 1 على 4. طبعا بامكاننا نتاكد، لما نتاكد برجع بعوض بحط هون محل x 1 على 4 للتاكد يعني، وبثبت ان الشمال بيساوي اليمين، بقدر اتاكد. هلا الطريقه الثانيه انه شو اجي اعمل؟ الطريقه الثانيه اني اعمل كالتالي، مثلا اجي احكي كالتالي، بدي اخذ اللين للطرفين، بيجي بقول هي لين 25 قوة 2x يساوي لين 5، اخذت اللين للطرفين، بضبط ناخذ اللين للطرفين. هلا حسب خصائص اللين هي بتطلع لبرا، اللي هي من القاعدة ايش؟ القوة، هي القوة شايفين؟ من خاصية رقم 6 القوة بتطلع لبرا. فبصير عندي هون 2x في لين ال 25 يساوي لين ال 5. طيب المجهول انا عندي ايش؟ اكس، فبقسم على الطرفين على معامل اكس. بيجي بقسم من هون، بقسم على 2 لين ال 25 وبقسم هون على 2 لين ال 25، فبتروح هاي مع هاي، بتروح هاي مع هاي، بضل عندي اكس تساوي لين ال 5 على 2 في لين ال 25، 25 اللي هي عباره عن ايش؟ عباره عن 5 تربيع. ونفس الحاجه من خصائص اللين هاي 2 بتطلع لبرا، وبيطلع عندي الجواب ايش؟ لين الخمسة فوق، واثنين في اثنين بصير أربعة لين الخمسة، تروح هاي مع هاي بيطلع جواب واحد على أربعة. إذا نفس الشيء x تساوي واحد
على 4، فنحن إن الخيار يا بنشتغل على الشمال يا بنشتغل على اليمين، الطريقتين شو مالهم صحيحة. إذا هذا كل ما يتعلق بالإكزامبل الأول. نشوف مثلا كمان إكزامبل، مثلا 8 قوة 3 س 3 إكس تساوي 216. مطلوب منا طبعا إيش؟ نحل ونطلع المجهول. طبعا شو المجهول هون؟ إكس، يعني زي حلزريش أحط رقم محل إكس بحيث إنه الشمال يطلع يساوي اليمين. فهون أفضل حاجة إني آخذ اللين للطرفين، وباخذ اللين للطرفين، وحسب القواعد اللين الباور بيطلع لبرا، تبسيط 3 إكس لين 8 يساوي لين 216. هلأ بقسم الطرفين على معامل إكس، بيجي بقسم الطرفين هون على 3 لين 8، 3 لين 8، وبطلع الجواب هاي بتروح محاي وهي بتروح محاي، بضل عندي إكس تساوي في البسط لين 216 في المقام 3 لين 8. هلأ ممكن يعني نشوف مع بعض، مثلا أنا بعرف إن الثمانية، أنا بعرف إن الثمانية تساوي 2 في 2 في 2 وتساوي 2 قوة 3، فبيجي بحط هون 3 لين مثلا هي 2 قوة 3، وال 216 ممكن مثلا نقسمها يعني نحللها للعوامل تبعتها، وبالتالي ممكن نستنتج التالي. فبيجي بقول مثلا 216 تقسيم 2، لو جيت على 216 قسمتها على 2 طلعوا كيف؟ بدي اقسمها 2، بطلع الجواب مثلا 200 فيها 100 و16 فيها 8 بطلع 108. بعدين ال 108 هاي بتكبر القسمة على 2، فبيجي بعمل هاي تقسيم 2، ال 100 فيها 50 وال 8 فيها 4، هاي 54، وال 54 نفسها بتكبر القسمة على 2، فبطلع الجواب ال 54 على 2 فيها عبارة عن 27، 27 تكبر القسمة على 3 فيها 9، والتسعة بتكبر القسمة على 3 فيها 3، والثلاث بتكبر القسمة على 3 فيها 1. معناته بدل استنتج هلا انه ال 216 هي عبارة عن 2، هي لين محل ال 216 بحط 2 قوة 3 مضروبة في 3 قوة 2، 3 قوة 3، لأن 3 مضروبة في نفسها 3 مرات و2 مضروبة في نفسها 3 مرات. أوكي، إذا هلا شو بصير معي؟ بصير معي الجواب التالي، ممكن أبسطها لهي الصورة. تحت هاي تطلع لبرا بصير في المقام 9 لين 2، هاي حسب قواعد اللين، لين 2 قوة 3 زائد لين 3 قوة 3 حسب، لأنه بينهم ضرب. وممكن أطلع لبرا الباور، هلا الباور هاي تطلع لبرا هون، وهي الباور تطلع لبرا هون، فبصير عندي 3 لين 2 زائد 3 لين 3 على 9 لين 2. هلا ممكن نوزع البسط على المقام، يعني A زائد B على C يساوي A على C زائد B على C مثل ما تعلمنا أول الفصل. فساعتها هي بتصير 3 لين 2 على 9 لين 2 زائد 3 لين 3 على 9 لين 2. هلا 3 فيها 2 لين 2 مع لين 2 بتروح، 3 فيها 1 9 فيها 3، وبطلع الجواب عندي هون 1 على 3 زائد 3 فيها 1 9 فيها 3 وخلص، بطلع معنا في البسط بضل لنا 3 وتحت 3 لنا 2. هاي ابسط صوره، هاي يعني لحد هون ابسط صوره. هلا يعني احنا طلعنا الجواب بسرعه، لاحظوا احنا الجواب طلعناه هون، الجواب طلعناه هون يعني، بس هاي صوره ابسط لإله، اللي هون صوره ايش؟ ابسط بدلاله لنا 3 ولنا 2. إذا السؤال طلب مني مثلا أعطيني الحل بدلالة لين 3 ولين 2، فلازم أعرف أبسط لأبسط صورة. أوكي، شو كمان مثال آخر؟ مثلا لو طلب مني نحل المعادلة الإكسبونشال إيكويشن التالية، 25000 يساوي مثلا 10000 مضروب في 5 قوة 2 إكس. تمام؟ هلا واضح إنه هنا المجهول بدنا نطلع اللي هو عبارة عن إيش؟ عن إكس. فأسهل طريقة إني أول شيء أقسم على المعامل هون، فبيجي بحكي عندي 25000 نقسم الطرفين على 10000، فبصير عندي 5 قوة 2 إكس، قسمنا الطرفين على 10000، فلاحظوا إنه هون ثلاث أصفار هاي مع ثلاث أصفار هاي بتروح، والعشرة على خمسة
فيها 2، 25 على 5 فيها 5، معناته الجواب صف عندي 5 على 2 تساوي 5 هو 2 اكس. هلا ممكن ناخذ لين للطرفين، وبالتالي بيجي بحكي هي لين 5 على 2 يساوي لين 5 قوة 2 اكس، وحسب قواعد اللين هاي 2 قوة اكس باور بتطلع لبرا، فساعتها شو بصير معنا هلا؟ ساعتها بصير معنا بدي احل هون معلش، صفي عندي هلا لين 5 على 2 تساوي 2 اكس مضروبة في لين 5، وبقسم هلا على معامل اكس، معامل اكس هون 2 لين 5، وبقسم هون على 2 لين 5، تروح هاي مع هاي وتروح 2 مع 2، بضل عندي اكس شو بيساوي؟ اللي هو في البسط هاي واضح انها عبارة عن لين 5 ناقص لين 2 لانها ايش؟ تقسيم، وفي المقام 2 لين 5، ونفس الحاجة بوزع البسط على المقام، فبتصفي عندي ايش؟ بتصفي عندي اكس تساوي نوزع البسط لين 5 على 2 لين 5 ناقص لين 2 على 2 لين 5، وبالتالي ابسط صورة بصير عندنا هاي مع هاي بتروح، بضل عندنا الجواب نص ناقص لين 2 بتشطبش مع حاجة على لين 5 مضروبة في 2، فهي هي ايش؟ قيمة اكس. تمام، هذا هو السوليوشن للمعادلة اللي نحن بندور على الحل لإلها. نشوف مع بعض مثال آخر. مثلا لو اجينا سؤال بهي الصورة، log مثلا اكس زائد 2 بالأساس 5 يساوي مثلا 2، والمطلوب منا نحل هاي المعادلة ونحزر شو لازم نحط محل اكس. فهون إذا بتتذكروا بنحولها ل exponential form. exponential form بنحكي إنه 5 قوة 2 تساوي اللي جوا اللوج. هي على السريع 5 قوة 2 تساوي x زائد 2. و5 قوة 2 كلياتنا بنعرف 5 ب 5 25، هي x زائد 2، بدي أحل بدي أخلي x موضوع القانون، فبعمل ناقص 2 ناقص 2، فبطلع معنا x بيساوي 25 ناقص 2 اللي هي عبارة عن 23. هذا الحل الصحيح. طبعا فيني نتأكد، فيني أتأكد واجي أحط هاي محلها هون، هاي للتأكد يعني بزبط. طب صفي عنا ايش؟ لوج 23 زائد 2 للأساس 5 اللي هي عبارة عن لوج 25 للأساس 5 اللي هي عبارة عن لوج 5 وال 25 5 قوة 2. فبطلع 2 برا، ونحن بنعرف انه دائما من درس المحاضره اللي فاتت انه لوج 5 للاساس 5 هي عباره عن ايش؟ عن 1، وبطلع الجواب 2 في 1 ويساوي 2، نفس الطرف اللي هون شايفينه، فهذا للتاكد يعني. اوكي، نشوف مثلا مثال اخر. مثلا لين اكس زائد 2 زائد مثلا لين الاكس يساوي لين اكس زائد 12. فالسؤال بيقول لي حل هاي المعادله، طبعا المعادله ان فيها يساوي، وبدنا نطلع المجهول اكس. لاحظوا هنا اكس لازم يكون رقم موجب، هذا شرط، شرط انه لا، بما انه جوا اللين بهاي الصوره لازم يكون موجب. ف لو ما فيش هاي لين الاكس، لو هاي لين الاكس مش موجوده، كان الشرط ايش؟ انه يكون اكس زائد 2 يكون موجب، كان اكس بتظبط تبقى اكبر من سالب 2. هون لازم x اكبر من 0، هون لازم x زائد 12 اكبر من 0، لان هون x اكبر من سالب 12، فانا بدي اخذ قيم x تحقق كل هاي الشروط. اي x بيطلع معي، اي x بيطلع معي لازم تتحقق هاي في الشروط. الشروط هاي الشروط يجب ان تتحقق، وبالتالي بكفي يتحقق هذا الشرط. اذا تحقق هذا الشرط معناته هاي راح يتحقق 100%، هذا راح يتحقق الشرط. تمام، اي رقم اكبر من صفر هو 100% اكبر من سالب 12، وهو 100% اكبر من ايش؟ اكبر من سالب 2. فاذا تحقق اللي بالاصفر اللي بالاخضر 100% بتحققه، فانا بدي احل هاي المعادله واطلع قيم اكس. اي قيمه اكس بتحقق الاصفر باخذها، ما بتحققهاش بتركها. فبيجي بعمل كالتالي، عندنا على الشمال لين زائد لين، هذول اصلهم ضرب، هذول اصلهم ايش؟ اكس زائد 2 مضروبه في اكس. تمام؟ هلا في هاي الحاله، في هاي الحاله بدي اطبق انا ايش؟ على القوانين. اوكي، اذا في هاي الحاله هاي اللي كانوا جمع رجعناهم ضرب يساوي الطرف اللي على اليمين اللي هو لين اكس زائد 12. هلا
مثل ما شفنا قبل شوي انه لين اي بيساوي لين بي، معناته لازم اي تساوي بي، تمام؟ انا في عندي هون لين يساوي لين، معناته لازم اللي جوا لين متساوي، معناته لازم اكس زائد 2 في اكس لازم تساوي اكس زائد 12. هلا صفى عندي معادله سهله، بيجي بوزع هلا الاكس هاي هون هون هون، بصير في عندي اكس تربيع زائد 2 اكس تساوي اكس زائد 12. بحاول احط اللايك تيرمز جنب بعض، فممكن مثلا اعمل ناقص اكس ناقص اكس، بروح هذول مع بعض، بصير عندي اكس تربيع زائد 2 اكس، كم اكس منها بضل واحدة يساوي 12. بعمل هلا ماينس 12 ناقص 12 عشان اكتب المعادلة التربيعية على الصورة العامة، ناقص 12 بيساوي صفر. وهلا بحل الفرق بين مربعين، هي اكس زائد مثلا اي في اكس زائد بي، طبعا انا هون بدي انا عددين حاصل ضربهم يكون سالب 12 ومجموعهم يكون واحد، اللي هو معامل س معامل اكس. فالعددين هذول اللي بيطلعوا معي حاصل، يعني بنتحذر شوي، اللي هون عددين حاصل ضربهم سالب 12 ومجموعهم واحد، فانا عندي هي هون اكس، انا عندي هون اكس يساوي 0. هلا واضح انه في عندي 4 مثلا مضروبه في 3، 4 في 3 12، بس بدي احط سالب، لمين احط السالب، لهي ولا لهي مثلا؟ اذا حطيت هون سالب للثلاث بصير مجموعهم واحد، اوكي بزبط، بصير حاصل ضربهم، يعني بصير عندنا هون هي الف خذ اي تساوي مثلا 4، خذ بي تساوي سالب 3، حاصل ضربهم بعطينا 12 بالسالب، والمجموع لإلهم ومجموعهم بعطينا مجموعهم واحد، اللي بالاخضر المجموع واللي بالاورنج اللي هو الضرب، حاصل ضربهم سالب 12 مجموعهم واحد في ممتاز. هلا شو معنى حاصل ضرب كميتين يساوي صفر؟ هذا كلام معناه انه يا اما اكس زائد 4 بيساوي صفر او اكس ناقص 3 بيساوي صفر. هلا هون مجموع ثلاث الطرفين، هي زائد 3 زائد 3، معناته اكس، معناته اكس بيساوي سالب 4. هلا نحن اتفقنا مع بعض قبل شوي اي اكس بطلعها لازم تحقق الاصفر، لازم تبقى قيمة اكس موجب لانها جوا اللين هون ساكنة. فمعنى ذلك انه انا هلا راح اعتمد اكس تساوي 3، اعتمدها زي حل تضبط معي، بس الاكس اللي تساوي سالب 4 راح احذفها، ما بزبط، واخذ هيك بشطب، وبالتالي بكون انا طبعا ايش حليت السؤال. طبعا انا هلا فيني اتاكد، بقدر اتاكد يعني للتاكد، اذا بدكم اذا السؤال طلب نتاكد، هي للتاكد يعني تو شيك، بنعمل شيك للسوليوشن تبعنا. انا عندي معادله الاصليه اللي هي عباره عن لين اكس زائد 2 زائد لين 2 لين الاي 12، فبعوض محل اكس قديش؟ بعوض محل اكس 3، فبصير لين 3 زائد 2 زائد لين 3 تساوي لين 3 زائد 12 تساوي لين 15، ولين زائد لين هو اصله الضرب، فبطلع معي لين 15 يساوي لين 15، اذا حلنا مضبوط صح 100%. اوكي، اذا هذا السؤال اللي كان اللي هو الخامس. نشوف مع بعض كمان مثال اخر، اللي هو مثلا لوج اكس للاساس 4 ناقص لوج مثلا اكس زائد 3 للاساس 4 يساوي لوج مثلا اكس ناقص 2 للاساس 4. هلا هون بدي اطبق خصائص اللوغاريتم، طبعا في عندي ناقص نفس الاساس، لاحظوا انا عندي هون نفس الاساس، اذا مش نفس الاساس ما بقدر اطبق الخصائص. فبما انه نفس الاساس وبينهم طرح، فهي اصلها قسمه، البسط اللي هو الاكس والمقام اللي هو اكس زائد 3 تساوي لوج لاكس ناقص 2 لنفس الاساس. هلا بما انه انا عندي هون كميتين بينهم يساوي لوج يساوي لوج لنفس الاساس، معناته بقدر استنتج انه اللي جوا اللوج على الشمال لازم يساوي اللي جوا اللوج على اليمين. يعني هاي بدها تعتمدوها زي قاعده انه لوج اي لوج اكس كويس، لوج اكس للاساس اي اذا ساوى لوج واي للاساس اي، هذا الكلام شو معناه؟ هذا الكلام معناه انه لازم اكس تساوي واي. هاي القاعده هي تطبيق مباشر انا بطبق فيها هون، يعني عندي هون لوج يساوي لوج لنفس الاساس، معناته لازم اللي جوا اللوج متساويات على الشمال وعلى اليمين. اوكي، هلا هون بضرب ضرب تبادلي عشان اعرف احل، بجي بعمل ضرب تبادلي، بصير عندنا اكس تساوي اكس ناقص 2 مضروبه في اكس زائد 3، وبنكمل الحل. يعني هلا هون بدنا ايش نعمل؟ بدنا نوزع مره اكس
في الاكس مرة اكس في 3 فبصير اكس تربيع زائد 3 اكس، بعدين ايش في عندنا؟ سالب 2 مرة في الاكس بصير سالب 2 اكس، وسالب 2 في 3 بصير سالب 6. طبعا وانا عندي هون هاي الاكس محلها. هلا بستنتج انه 3 اكس لايك تيرمز شيل منهم 2 اكس، بضل عندنا اكس واحدة. وممكن ايضا نستنتج انه في عندنا هون لايك تيرمز، بعمل بطرح هون اكس بطرح هون اكس، فبروح هذول مع بعض وهذول كمان بروحوا مع بعض، فبضل عندنا الجواب هون صفر يساوي اكس تربيع ناقص 6. معناته بدل ما استنتج انه اعمل فرق بين مربعين، هي صفر تساوي فرق بين مربعين على السريع، هي اكس اكس، ومره ناقص جذر 6 مره موجب جذر 6. طبعا هي احد الطرق، في ناس تانيين ممكن بسرعة يجي هون يقول x تربيع تساوي 6، وبناخذ الجذر للطرفين بظبط، فبطلع معنا x تساوي زائد وناقص جذر 6، فهي الحلين. أو نعمل مثل هاي الطريقة، يعني اثنتين بظبطوا، تمام؟ يعني سواء اشتغلنا على الطريقة اللي على دغري هاي بظبط، أو اشتغلنا على الطريقة هاي اللي هون، كمان الطريقتين بعطونا نفس الحل. فنشوف مع بعض الطريقة الثانية. هلا هون معناته يا اما اكس ناقص جذر 6 يساوي 0 او اكس زائد جذر 6 يساوي 0، ساعتها هون بنجمع للطرفين جذر 6 فبصير عندنا اكس تساوي جذر 6. هون بدي اطرح جذر 6 فساعتها اكس تساوي سالب جذر 6. هلا في نقطة مهمة جدا انه في عندي هون شروط، شو الشروط؟ هاي الاكس جوا اللوج، وبالتالي هاي لازم الشرط اللي عندي هون ايش؟ لازم تقبل اكس اكبر من صفر. هون الشرط اللي عندي هون لازم اكس زائد 3 اكبر من صفر، يعني لازم اكس اكبر من سالب 3، هي هون الشرط، هي هون الشرط. وهون لازم اكس ناقص 2 اكبر من صفر، معناته لازم اكس اكبر من 2، تمام؟ هلا بدنا نشوف مع بعض انو وحده اخذها وانو وحده ما اخذهاش. فانا بدي اشوف هذول، انا عندي ثلاث شروط هون، هي هون هاي شرط شرطين ثلاث، هذول ثلاث شروط. هلا بيجي بقول بكفي تقبل اكس اكبر من 2، اذا كانت اكس اكبر من 2 فهي 100% اكبر من سالب 3، كويس؟ و100% اذا كانت اكس اكبر من 2 ايضا راح تكون ايش؟ اكبر من 0. يعني بزبطش هون الاصفر يكون اكس موجب اكبر من صفر، لانه اذا كانت اكس اكبر من صفر ممكن تكون اقل من 2 زي رقم 1. فانا بشوف انه بكفي الاصفر، هلا هون بكفي تبقى اكس اكبر من 2. هلا انا بيجي هون بطلع بلاقي هاي اوكي زبطت، هاي جذر 6 هي اكبر من 2 لانه الستة اكبر من الاربعة، مزبوط. اذا هاي انا بعتمدها، هلا هاي القيمة باخذها بتزبط، بس هاي باخذهاش، هاي القيمة ما بتزبط. ليش؟ أنا بعرف إن الستة أكبر من الأربعة، معناته جذر الستة أكبر من جذر الأربعة، معناته جذر الستة أكبر من 2، عشان هيك هاي باخذها، عشان هيك هاي باخذها. بينما جذر الستة سالب هاي ماهيش، يعني أصلا هي سالبة فنرفضها. فهذا مثال مباشر كيف إيش نطلع مجموعة الحل بطريقة صحيحة. نشوف مع بعض مثال آخر. مثلا هاي رقم 7، نحل المعادلة exponential equation التالية مثلا، أو logarithmic equation التالية. كيف نحل هاي المعادلة؟ طبعا مباشر لين ناقص لين هي أصلها إيش؟ لين القسمة x على 2 يساوي 3، تمام؟ هلا الفكرة المهمة جدا هون إنه كيف أتعامل هلا؟ هذا السؤال شوي بده تفكير. طب انا على الشمال عندي لين، على اليمين فيش لين، بس هاي الثلاث بقدر انا اتعامل معها كالتالي. بقدر احكي كالتالي، هاي الثلاث ثلاث هي نفسها ثلاث مضروبه في واحد، صح؟ ثلاث مضروبه في واحد وتساوي ثلاث مضروبه في واحد. الواحد هو عباره عن لين الاي، صح ولا لا؟ صح، لين الاي واحد. بعدين ايش بنرجع الثلاث هلا هون؟ فهي نفسها لين اي قوة 3. إذا أنا هلا بدي أشيل الثلاث هاي اللي هون وأحط محلها هاي الكمية، ولا إشي بفرق، صح؟ ساعتها
بدي صفي عندي كالتالي، هاي الشمال لين اكس على 2 تساوي محل الثلاث، هي عبارة عن لين اي قوة 3، فأنا هي جبتها محلها. هلا صفى عندي ايش؟ صفى انا عندي لين يساوي لين، صح؟ لاحظوا انه صفى انا عندي هلا هون في عندي لين على الشمال، صار في عندي كمان لين على اليمين. لين يساوي لين معناته اللي جوا اللين لازم يكونوا ايش؟ لازم يكونوا متساويات، معناته اكس على 2 لازم تساوي اي تكعيب، وضرب تبادلي معناته هاي ضرب تبادلي بتطلع معنا على السريع اللي هي عباره اكس تساوي 2 في اي قوه 3. تمام؟ فهيك احنا بنكون طبعا حلينا السؤال. طبعا لاحظوا ان السؤال الشروط اللي عندنا هون لازم تقبل اكس موجب، هذا هو الشرط اللي عندنا هون، انه لازم تقبل اكس ايش؟ موجب، وهي بالفعل الجواب اللي طلع معنا هو جواب شو ماله؟ موجب. ليه؟ لانه طلع معنا نحن هون ايش؟ طلع معنا هاي القيمه، وهي القيمه موجبه فيش اي مشكله، لانه اي هي عباره عن 2.71 تقريبا، ولما نعملها تكعيب بضل معنا ايش؟ الرقم يعني موجب، فا نو بروبلم حقق يعني الشرط اللي عندنا. طيب جميل جدا، نشوف مع بعض هلا اكزامبل من نوع اخر زي ابلكيشنز، يعني انا عمالي بعمل في نقاش عن الدرس discussion، نشوف ابلكيشنز اكزامبلز يعني هيك لها علاقه بالدرس. فعلى فرض مثلا suppose the demand for commodity معينة commodity Q، Q يعني commodity، Q Q على تاني رمزها للكوانتيتي الكمية يعني، والطلب على هاي الكمية is given by مثلا P اللي هو the price سعر يساوي 40 في equal minus the quantity على 2. إذا كمان مرة أنا في عندي هنا إشي اسمه demand، وفي عندي هنا إشي اسمه إيش؟ quantity commodity Q. إذا الطلب على هاي quantity is given by price بيساوي 40 في equal ناقص Q على 2. طبعا where مثلا B هي عبارة عن the price بالدولار، مثلا in dollars. اوكي هلا شو مطلوب من السؤال؟ رقم واحد السؤال فينا at what price، يعني احذر انه سعر at what price per unit لكل وحدة will the demand equal 4 units. يعني احذر قديش السعر لما الطلب يكبر 4 وحدات. تمام؟ اذا شو المطلوب منا؟ المطلوب منا find the price when the quantity تساوي 4. فشو بدي اسوي؟ بس بدي اعمل ايش؟ تعويض مباشر. فلما ال quantity تساوي 4 بيجي على البرايس تبعنا، انا عندي البرايس شو بيساوي؟ 40 في ايكو ماينس كيو على 2، فبتصير 40 في ايكو ماينس الكيو 4 على 2، وهي نفسها 40 في ايكو قديش؟ في ايكو سالب 2. ف ايكو سالب 2 هاي طبعا ممكن تنزل لتحت، فبصير عندي 40 في 1 على اي تربيع، وبالتالي احنا عندي هنا الديماند محطوط. عشان يطلع معي ارقام سهله بدي اعمل حاجه بسيطه، عشان يطلع معي ارقام سهله بدل الاي هاي بدي احط رقم مثلا 2، يعني 2 قوه. كويس هيك 2 قوه حتطلع معنا ارقام سهله، وبالتالي بيجي هلا هون بأشطب الاي هاي اللي هون والاي اللي هون والاي اللي هون والاي اللي هون، بيطلع معنا ارقام سهله، وبالتالي بيجي بحط هلا ايش؟ انا عندي هون هاي 2، تمام، فبصير الجواب 2 قوة، وبالتالي 2 قوة سالب 2، وبالتالي هي 2 تربيع، فبطلع معنا الجواب ايش؟ في البسط 40 على 4، إذا بطلع معنا 10 دولار. تمام؟ إذا 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 كان الطلب 4 وحدات بكون السعر 10 دولار لكل وحدة. طيب نشوف الطلب الثاني، المطلوب الثاني من السؤال. How many، هلا بالعكس السؤال، How many units، يعني احذر كم كمية بدنا، will be ايش؟ will be demanded، قديش رح نطلب؟ quantity، إذا كان السعر if the price، إذا كان السعر هو عبارة عن مثلا 20 دولار. طبعا لاحظوا في المثال الأولاني لما بكى عندنا أربعة، طلعوا في المثال الأول لما بكى عندنا
طلب أربعة كان السعر $10. طب هلا بدنا نخلي الدولار يصير 20، لما بنزيد السعر، لما السعر بزيد المفروض الكوانتيتي تقل، صح؟ لما الناس ترفع السعر الطلب بقل. خلينا نشوف مع بعض. إذا المطلوب منا في السؤال how many units، يعني السؤال بيقول لك find Q لما بيكون البرايس 20. اوكي، برجع على القانون تبعي، انا بعرف القانون تبعي هي البرايس بيساوي 40 في ايفو ماينس كيو على 2. مرة أخرى، بدل اي بنحط ايش؟ الرقم 2، أسهل للحسابات. اوكي، هلا بدي أحط محل برايس 20، تمام؟ معناته أنا هلا بحط هون 20، وهي عندي هون 40، وهي عندي أنا هون 2 هو سالب كيو على 2. فبقسم الطرفين هلا على 40. لو جينا قسمنا الطرفين هون على 40 على 40، روح هاي وهاي، شو بضل معي هلا؟ ضل معي 2 هو سالب كيو على 2، تساوي على الطرف الثاني ونروح 0 مع 0، بضل عندنا 2 فيها 1، 4 فيها 2، بضل عندنا الجواب 1 على 2. إذا هلا ممكن استنتج إنه هاي الطرف الشمال وهي الطرف اليمين هي عبارة عن 2 هو سالب 1، وبما إنه نفس الأساس عندي، بما إنه أنا على الشمال عندي نفس الأساس بينهم يساوي، معناته لازم الباور تبقى قد بعض، معناته لازم سالب كيو على 2 تساوي سالب 1. إذا السالب مع السالب بروح، ضرب تبادلي تطلع كيو تساوي 2. لاحظوا منطقي صح؟ لأنه نحن اتفقنا إيش؟ إنه لما بيكون السعر، شفنا قبل شوي لما كان السعر، لاحظوا لما كان السعر لما طلبنا 4 وحدات كان السعر $10. هلا رحنا خلينا السعر الضعف، السعر صار $20، صرنا نطلب بدل 4 قديش طلعت معنا كيو؟ طلعت معنا النص 2. فهذا يعني انه لما بنزيد السعر الكمية راح ايش؟ راح تقل، وبالفعل الكمية قلت معنا بمقدار النصف لانه السعر تضاعف من 10 ل 20. فهذا كل ما يتعلق بهذا الاكزامبل المباشر كتطبيق. ناخذ كمان مثال اخر، نشوف مع بعض. مثلا suppose the demand function مثلا for a commodity معينه، افرض الطلب على سلعه معينه is given by، مثلا نعطي هاي العلاقه انه انا عندي هلا البرايس يساوي 100 في ايكو ماينس اكس على 10، بس هون وير ايش؟ وير بي از ذا برايس سعر بير يونت لكل وحده لما يكون تعريف اكس هي عباره عن اليونتس اللي انباعت، مش اللي يعني مش يعني اللي انباعت سوليد سولد يس. هلا اكس هي الكميه اللي بعناها، تمام، والبرايس هو السعر لكل وحدة من هاي الوحدات اللي بعناها. يعني في الأول بكى عندنا كيو كوانتيتي، هلا هون الكوانتيتي اللي بعناها. شو السؤال بدك؟ السؤال بدك التالي، كمان مرة بس عشان نتذكر، أنا في عندي هون الديماند، هذا هو الديماند، بس لما يقبل البرايس لأن إيش؟ هون البرايس، شو تعريف البرايس؟ هو عبارة عن السعر لكل وحدة بعناها، وهي الوحدة نرمز لها بالرمز إكس. من هون هلا السؤال بقول لك find the revenue، find the total revenue، يعني قديش مجموع العائدات. هلا انت في سوبر ماركت انت بتشتغل، بدك تشوف قديش بتجمع فلوس اخر النهار، معناته انت بدك تيجي تقول كم اكس انا بعت، تضرب كل واحدة في سعرها. اذا بشكل عام الريفينيو شو بدي يساوي؟ الريفينيو اللي يساوي اللي هو السعر البرايس بدك تضربه في ايش؟ في الاكس اللي انباعت، في يونت سولد، في يعني عدد ايش؟ نمبر، في نمبر اوف يونتس انت بعتها، تمام. هلا هذا هو الريفينيو، العائدات. طبعا انا مش بحكي عن البروفيت، المربح بدك تقول الريفينيو ناقص الكوست، تمام. انا ما جبت سيبت المربح، انا جبت فقط ايش؟ بس الريفينيو، العائدات. العائد هو البرايس، السعر ضرب ايش؟ قديش انا كم كميه بعت. فانا عندي السعر بي
وكم كميه بعت اكس. هلا بحط محل برايس، هاي القيمه تبعت البرايس بحطها محلها اللي هي 100، ويساوي اللي هي 100 في ايش؟ في ايك هو ماينس اكس على 10. طبعا هاي الكميه كلها مضروبه في ايش؟ في اكس، فبطلع معنا الريفينيو بشكل عام اكس، او بطلع معنا 100 اكس، هاي الصوره 100 اكس في ايك وناقص اكس على 10، هذا هو ايش؟ الريفينيو. فانا هيك بكون جاوبت على السؤال. هلا الفرع الثاني، لو طلب منا مثلا الفرع الثاني التالي، اوكي الفرع الثاني اللي نطلب كالتالي، هذا الأسود، والسؤال بدنا find مثلا total revenue. إذا كان عندنا if 30 units were demanded and supplied، يعني تم توزيعهم. اوكي، اذا بدنا نطلع التوتال ريفينيو، طبعا احنا بنعرف ان الريفينيو بنرمز له بالرمز مثلا ار، انا هون رمزت للريفينيو، ممكن ارمز له بالرمز ايش؟ ريفينيو ار، وبعتمد على ايش؟ على اكس. ليش بعتمد على اكس؟ لانه زي ما انتم شايفين هون هاي الريفينيو ما بلش شيء اسمه برايس، صار كل شيء بدلاله ايش؟ اكس، لانه البرايس عوضنا قيمته بدلاله اكس. فانا السؤال شو بطلب؟ السؤال بده ايش؟ فايند ايش؟ الريفينيو لما اكس 30، بدك ار 30 يعني السؤال. فار 30 شو بنسوي؟ بس بعمل ايش؟ محل اكس بحط 30، هاي تعويض مباشر، تمام؟ بعمل عمالي بعوض هون في المربع في المستطيل، وبالتالي ايك هو ماينس 30 على 10، فبطلع الجواب 3000 مضروب في ايك هو ماينس، بروح الصفر مع الصفر بضل سالب 3. اذا هاي القيمه ممكن ايش؟ ممكن نحسبها، هنا في البسط عندي 3000، وهي هون في المقام اي تكيف. اذا بنحسبها على حسبه، يعني راح تطلع معنا رقم تقريبا ايش؟ 149 دولار فاصلة 4 بالعشرة. كويس؟ وبهي الصورة يا جماعة وي كلوز سكشن 5.3. بتأمل تكون الصورة واضحة للجميع.